ده كيك، هعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم، وهعمل كده في نص الكيكاية وهقفل على طول واعمل كده. الكيكاية مستوية تمام وزي الفرن، هقفل وهسيبها جوه الفرن لحد ما ترجعولي. احضر مقادير ما تكونش في التلاجة خالص عشان تاخدي كيكاية عالية وهشة وما تهبطش منك. كل المكونات بدرجة حرارة المطبخ بتاعك، ما ينفعش اكون حاطة سكر، احط بيض، احط دقيق، احط حليب، كل ده يبقى في التلاجة واطلعه واستخدمه على طول. اوعي، على الاقل نص ساعة، ساعة الا ربع ياخد درجة حرارة المطبخ ويهدى، علشان لما اجي اعمل الكيكاية بتاعتي واحطها في الفرن تطلع معايا مظبوطة. بس كانت فين؟ تطلع معايا مظبوطه وما تحتاجش ان انا بسم الله وما احتاجش ان انا ان هي تهبط معايا. ادي كيكايه المسكات يا شباب مش موجوده، بسم الله، بصوا كده، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. بالشكل ده كده، شايفين العلاوي بتاعها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الشكل بتاعهم عامل ازاي؟ برضو بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اعمل كده الكيكايه دي ايه؟ الكيكايه المعتمده. هي راخده فين يا شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بص يا جمال، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. نعم انا شايفين الكيكه عامله ازاي؟ شايفين القالب من جوه ما فيهوش حاجه، اي حاجه لازقه، ما شاء الله، اللهم بارك. الكيكه بتاعتنا دي الكيكه المعتمده بتاعتنا، ما فيش حاجه لازقه في القالب، حاجه كده، الله اكبر. بصوا المنظر، شايفين؟ الله اكبر علينا. رغده بتقول لي اسفنجيه دي ولا ايه؟ طيب الناحيه الثانيه اللي هو القوالب الاربعه، نجيب كده بس، هشوف بس اقلبهم الاول، انا محتاجه ان انا اقلبهم وبعد كده نشوف. طيب على ما نقلبهم يا جمال استاذنك ننزل المقادير بتاعتنا، بسم الله، يلا بينا نسيبها تهدى شويه، ولا استنى نسيبها تهدى وهي كده، نسيبها تهدى وهي معدوله عشان نبدا لما تيجي نقلبها تتقلب بكل سهوله. طيب مقادير الكيكه المعتمده ياسمين دلوقتي بتقول لي مين اللي اعتمدها؟ انا اللي اعتمدتها. دي الكيكه المعتمده. الصبح اسلام وشيف محمود بيقول لي ايه؟ مختومه بختم نونه، هي فعلا مختومه بختم نونه. المقادير دي انا الوحيده اللي بعملها، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، ومن ساعه ما عملتها انا ما بغيرهاش. انا ما بغيرهاش. ليه مسمياها الكيكه المعتمده؟ علشان بتسد معايا في كل حاجه. مقادير مضمونه على الشعره. كيك للشاي تلاقيها سده معاكي، عايزه تعملي كب كيك تلاقيها سده معاكي، عايزه تعملي سويسرول تلاقيها سده معاكي، عايزه تعمليها في صواني الومنيوم من بتاعه امهاتنا وتعملي بيها طرط تلاقيها سده معاكي. بصوا المنظر، ما تيجي كده نبص من جوه يا جمال عامله ازاي. يلا بينا جمال معايا، لسه معاك. بصوا شايفين المنظر يا روحي على الجمال. بصوا بقى الشكل من جوه عامل ازاي، البخار طالع عامل ازاي، الله اكبر علينا. شفتوا المنظر؟ بصوا كده، شايفين المنظر؟ حاجه عظمه. تعالوا كده نلفها. بصوا كده شايفين الشكل عامل ازاي؟ مقاديرنا اللي على الشاشه بتقول ايه في الكيكه المعتمده بتاعتنا اللي لونا ما بتغيرهاش وفعلا معموله بختم نونه. يلا يا رغده، معلش هنزلها تاني يا جمل وانا بشتغل، معلش. خلاط ده الناس هتدعي لك على فكره عشان بتنزل المقادير وتستنى عليها. يلا اربع بيضات، طب نمشي بالترتيب. يلا كوبايه من السكر وكوبايه من الزيت، وكل دوت المعيار متوحد، الكوبايه اللي بنعاير بيها الدقيق هي اللي بعاير بيها السكر هي اللي بعاير بيها الزيت،
وكوبايه من الحليب، كل ده كوبايه معياريه واحده اللي هي بنشرب بيها الشاي. وادام في فانيليا في بيض يبقى باكت فانيليا كبير، ولو هتعمليها بالبرتقال حطي فانيليا بالبرتقال هتديكي نتيجه ما شاء الله اللهم بارك. كده فاضل ايه؟ فاضل الدقيق وادي عليه البيكنج باودر والكاكاو، لو هنعمل اللي هو الجزء اللي بالشوكولاته اللي بره ده، او لو هتعمليها شوكولاته سيدي نعمل ده كله ونضرب كده. بسم الله. الهدف من ضرب البيض الفترة دي يا رغدة ايه؟ ها؟ جدعة. الهدف من الضرب اللي في الخلاط ده مش ان هو البيض يعمل فوم او الكلام ده كله، لا. الهدف منه ان السكر يدوب والمكونات كلها تتخلط مع بعضها. طيب كده تمام وزي الفل. ابدأ بعد كده اجيب المواد الجافة، ولازم يكون معايا مصفى. ليه؟ علشان لازم انخل المكونات الجافة دي عشان تطلع لي الكيكاية هشة. ادي بيكنج باودر ودقيقة. وانخل كده. شايفين؟ طيب انا عايزاها بالشوكولاته، هتروحي مزوده معلقتين من الكاكاو. مش عايزاها بالشوكولاته وعايزاها فانيليا، يبقى هو مش هتحطي اي كاكاو. طب انا عايزاها زي ما انت ما عاملاها كده يا نونا، زي ما انتوا شايفين كده، انا محضره بره معلقتين او ثلاثه او ربع كوبايه حليب، وهحط عليها معلقه كاكاو عشان ادي بس الخيط اللي في النص ده، وهوريكم دلوقتي عاملاها ازاي. كده خلاص دخلت البيكنج باودر مع الدقيق شايفين كده. بننخل ده كله كده بعد ما نخلناه، بنبدأ ان احنا نخلطه كويس قوي. كل اللي محتاجاه خلاط ومضرب سلك عشان نضرب بيه المكونات مع بعضها. ألملم كل الخليط كده. كده بقى لو انا عايزاها كيكة شاي بالبرتقال زي ما قلت لكم، ممكن نشيل كوبايه الحليب اللي احنا حطيناها ونحط عصير برتقال فريش. ويا سلام بقى لو حطينا فانيليا بالبرتقال، يا سلام بقى لو حطينا الظرف اللي هو العصير اللي هو بتاع البرتقال. كل ده بيديني لون وبيديني ريحه وبيديني تيست حلو قوي. ادي الخليط كده ما شاء الله اللهم بارك. انا دلوقتي محتاجه ان انا اعمل الخط البني اللي في النص. هعمل ايه؟ ادي المج بتاعي اهو او اي كوبايه، واروح واخده جزء من الخليط ده كده بالشكل ده، نزود سيكه من نفس الخليط، انا ما عملتش اي حاجه زيادات من بره بالشكل ده كده. واروح جايبه ايه؟ جايبه الكاكاو ده، معلقه منه حطاها مع ربع كوبايه حليب. ليه؟ انا لو خدت الكاكاو حطيته مع الخليط ده على طول كده من غير ما اخففه واحط له سوائل هيكتل وهيبقى الخليط تقيل، لكن انا مش عايزه كده. لا اهو اديني خدت الكاكاو مع الحليب الزياده اهو بالشكل ده كده، اقلبه علشان ما يبقاش مكتل جوه الخليط. اهم من الشغل ظبط الشغل، مش الموضوع ان انا اطلع كيكاية وخلاص، على قد ما انا امشي بالتفاصيل بتاعتها ومظبوط عشان اخد نتيجه مضمونه زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده. لا الفرن لسه بدري. شايفين؟ ادي الخليط عندي اهو، شايفين؟ كده تمام وزي الفل. اخلط كله عشان ما يبقاش فيه اي حاجه بيضه. ادي الخليط اهو. شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ لما خبطت المعلقه نزل خليط من الكاكاو الجاف اللي عايز لسه يتقلب. هروح مقلبه كده عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات عندي. وبقى عندي خليط ابيض وشويه من الخليط البني. طيب البخاخه فين يا شباب؟ اه شباب. عندي قالب الكيك بتاعنا ده، طبعا الشكل اللي احنا لسه عاملين فيه ده، وعايزه تعمليه في الاربعه ما عنديش مشكله، بس الخليط الجديد دوت انا هعمله في قالب تاني مختلف. عندي البخاخه بتاعتنا بالشكل ده كده. ما عندكيش البخاخه ادهني بدهنه زيت بفرشه وما تعفريش دي ولا حاجه. اه عملت كده. هبدا ان انا اخد الخليط ده واروح واخده نص الكمية كده، نص الكمية البيض، واروح واخدة البني عاملة هنا كده.
بالشكل ده. بالمنظر ده كده حطينا كمية اللي هي البني. اجيب عود من الخلة او حرف سكينة واعمل كده علشان تبقى ماشية جوه الابيض اللي انا عايزاه بالشكل ده. وبعد كده اروح جايبه سباتولا وانزل كل الخليط الابيض تاني فوق البني وبالراحة خالص. شايفين المنظر؟ ما شاء الله. يلا عيني حاضر بالشكل ده تمام وزي الفرن. الفرن بتاعنا شغال على درجة ايه؟ هو طبعا كان سخن، درجة حرارة 180 فوق وتحت لمدة 40 دقيقة. انا كده ظبطت الفرن بتاعي، هبدأ ان انا اخد الكيكاية بتاعتي ومش هقدر ان انا اطلعها ولا افتح عليها الا لما الاقي الفرن بتاعي بيديني صوت الجرز اللي انا ظبطاه. طيب ما عنديش الفرن ده يا نونا، اشتغلي في الفرن العادي بتاعنا واظبطي للتوقيت بتاع الساعه بتاعك على 35 40 دقيقه وتبداي تستخدمي وتبداي تتابعي الكيكايه. فين فيه الكيكايه؟ تمام ما شاء الله، اللهم بارك عليه. ظابطينه على 180 فوق وتحت وعلى 40 دقيقه. يخلص ال 40 دقيقه هنلاقي ده التايمر ده ادى صوت او ادى جرز ان الوقت بتاع الكيكايه خلص. طيب الكيكايه اللي احنا عملناها دي اللي هي الكيكايه المعتمده انا وريتها لحضراتكم اهي وما شاء الله اللهم بارك شكلها بيتكلم عنها. طيب قبل ما اطلع فاصل ابصوا المنظر، شايفين حاجه كده؟ شايفين المنظر ما شاء الله اللهم بارك. زي ما وريتكم برضو الكيكايه طالعه من القالب عظم، كيكايه معتمده تستحق فعلا ان هي يتقال عليها ان هي كيكايه معتمده. ادام ما شاء الله عليها بتطلع معانا مظبوطه في كل حاجه يبقى ليه نغيرها، بعتمدها في كل حاجه. طيب انا عملت الكيكايه في القالب الواحد والنهارده عندي كمان القوالب دي زي ما انتم شايفين، مش محتاجه ان انا احط فيها حاجه غير رشه زيت وبس. طيب انا هعمل كده تمام. بسم الله. شايفين اربع اشكال مختلفه، اربع اشكال مختلفه للكيك في قالب من الجرانيت بتوعنا دول.